اليوم الزميل فهد المجاهد حضر هذا الاجتماع، وبعد نهاية التقى بعدد من الحاضرين. نبدأ أولا بالدكتور خالد المرزوقي رئيس اللجنة التابعة. شكرا لكم وشكرا لقناة السعودية الرياضية على الحقيقة اهتمامها ومتابعة كل نشاطات الاتحاد السعودي لكرة القدم. دكتور خالد، يعني منذ حوالي 173 يوما أو تقريبا 3 شهور ونص أقرت هذه اللجنة، اليوم تفاجأنا اليوم الاجتماع الخامس وهو الاجتماع الأول المعلن. هذه الاجتماعات حدثنا يعني ماذا يحصل في هذه الاجتماعات وعلى أي أساس تقام هذه الاجتماعات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا طبعا أكرر شكري الحقيقة لاهتمامكم بهذه اللجنة المستحدثة اللي بدأت فعلا من 3 أشهر ونص، هي لجنة جديدة على الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأقرت وشكلت من قبل الرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان الله يمسيه بالخير بن فهد بن عبد العزيز، ثم استمرت اللجنة. طبعا اللجنة عندما بدأت بالنسبة إنها لجنة جديدة مستحدثة، اجتمعنا مع الإخوان أعضاء اللجنة الكرام وتناقشنا في أول اجتماع إنه أي لجنة مستحدثة لازم نضع لها قواعد نظم تسير عليها اللجنة. الفكر الأخلاق واللعب النظيف فكرة واسعة وفكرة يعني عشان تطبقها كده في اجتماع أو اجتماعين من الصعوبة، لأنه كل يوم تحدث أحداث وعندك أفكار الحقيقة تبقى تطبقها لننفذها على الدوري السعودي. طبعا وضعنا في أول اجتماعين الأسس اللي حتقوم عليها اللجنة. طبعا هي اللجنة كان أهدافها إن هي تمنح جوائز لكل من يعني يطبق هذه اللائحة، لائحة الأخلاق والأمن، ليس فقط من اللاعبين، أيضا من اللاعبين كان في السابق يطبق على الفريق ككل، الآن إحنا وسعنا القاعدة، إحنا بنطبق على الأندية كعامة، ثم على اللاعبين، على المدربين، جهاز فني، جهاز إداري، حتى الجماهير حتخش في عملية التقييم كيف تشجع على يعني تثبيت الأخلاق واللعب النظيف في داخل المستطيل بروح رياضية عالية بتشجيع، فدي تحتاج إلى جلسات. فوضعنا والله الحمد في أول 3 جلسات الأسس القائمة على الأساس الأخلاق واللعب النظيف، ويمكن حنطبق السنة فقط لأنه الوقت كان يعني أزف علينا، وإحنا اليوم الاجتماع الخامس ونهاية الموسم إن شاء الله يوم 20 مايو، يعني بنتكلم بعد حوالي 11 يوم، ولازم تكون اللجنة قد في 11 يوم جوائز من الجائزة. الحقيقة احنا يعني نلتمس العذر من الإخوة الرياضيين والإعلاميين لأنه السنة هذه سوف نطبق فقط ما هو كان موجود في لائحة الأخلاق، كانت فيه هناك لائحة تعني باللعب النظيف، الحقيقة احنا أخذناها وطورناها بعض الشيء وأضفنا عليها مؤقتا حتى تتماشى مع الوقت اللي احنا الآن يعني طلب مننا نمنح هذا الموسم جائزة في دوري زين.